بعد الجولة الأولى في ملعب المنزه إلى ملعب المرسى ولقاء المستقبل والترجي الرياضي التونسي، وطبعا كيف ما قال رضا أعاد التاريخ نفسه في الموسم الماضي في الجولة الافتتاحية فاز الترجي الرياضي. الجديد في تشكيلة المستقبل اللاعب الغيني بوبكر دياورا اللي كان ينشط مع جمعية مقرين في الموسم الماضي، والمدرب هو عودة علي السلمي، بينما في صفوف الترجي الرياضي ليس هناك لاعبين جدد إلى حد الآن باستثناء عودة الحارس شهاب زرقي عيون في غياب شكري الواعري اللي ما زالوا عنده 4 مقابلات عقوبة من الموسم الماضي. الترجي الرياضي كان شعاره الضغط، وهي الطريقة المحبذة للمدرب. وانذار منذ بداية المقابلة إلى الحارس سفيان خبير ودفاع المستقبل، المستقبل اللي كان دون مستواه المعهود في هذه المقابلة أمام الغيابات اللي سجلها كوهبي العشي المصاب وصبري جبلة بسبب الإنذار الثالث، وكذلك ياسين بالحمد اللي عاد من الولايات المنويرة تدخل بالرأس، وكما ستشاهدون سيأتي الهدف الثاني عن طريق ظهير أيمن، وهو هدف من أجمل أهداف هذه الجولة الافتتاحية. المستقبل الرياضي بالمرسى حاول أن يرد الفعل عن طريق بوبكر دياورا وعادل الجباري وكمال بن خالد وجورجي تيميش، لكن دفاع الترجي الرياضي كان متماسك بقيادة. اتفاق من مستقبل المرسى، لكن الترجي عاد بقوة وضغط من جديد على دفاع المستقبل، ومر الحارس سفيان خبير بفترة حرجة عن طريق لقطة من خالد بن يحيى، أيضا إن كان ممتازا في اللعب نتاعه فأيضا على مستوى الريحة الرياضية كان مثال يحتذى في هذه المقابلة. ثم توصل الضغط وضعت أهداف أخرى عن الترجي الرياضي. طارق ثابت كان نجم كله جناح أيمن، ظهير أيمن، لعب وسط ميدان، تحرك بنجاح في هذه المقابلة 1-2 مع نبيل معلول، يتوغل داخل مناطق الجزاء وعلى القائم الأول.